ولازلنا معكم مشاهدينا في التغطية المستمرة لفعاليات اليوم الأول من انطلاق منتدى شباب العالم، وينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، أهلا بك إلى هذه التغطية. مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، هي منصة مستمرة يعني إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تفيد الإنسانية على كافة المجالات، بدءا من منتدى شباب العالم و يعني مؤتمر المناخ COP27. كيف تقيم النظرة الدولية لشرم الشيخ ولمصر عموما الآن؟ يعني طبعا احنا هنا بنتحدث عن حدث دولي بمعنى الكلمة، نتيجة طبعا التمثيل الكبير اللي موجود من كل دول العالم، كمان طبعا يعني يمكن التمثيل المرفت للنظر والجديد هنا، ويمكن يعني لا يوجد حدث في أي دولة بينظم بهذا الشكل، إن عدد كبير من شباب العالم يشارك في هذا المنتدى وتلك الفعالية الكبرى اللي مصر بتنظمها بشكل دوري، النسخة الرابعة منتدى شباب العالم، بكل ما يحمل طبعا من قيم عليا ثقافية وحضارية وأيضا قيم سياسية. كمان طبعا يعني عندما كنا نتحدث عن الآثار الاقتصادية أو نتحدث عن المكاسب الاقتصادية اللي ممكن تحقق من هذا المنتدى، يعني احنا ممكن نتكلم عن مكاسب سياسية وثقافية، ولكن عندما نتحدث عن الاقتصاد فهنقول طبعا ان السياحة احدى الموارد الهامة للدولة المصرية، ويمكن الغالب الأعم للمصريين لما بيجي يتحدث عن السياحة فهو يعني يتحدث عن سياحة الثقافة والسياحة الأثرية والشاطئية وخلافه، ولكن يوجد نوع مهم جدا واحدى من أنماط السياحة المهمة وهي سياحة المؤتمرات والمعارض، ودي ايضا النوع ده من السياحه بيكون مرتبط اكثر بالدول يعني نقول عليها الدول المتقدمه في المجال العلمي والمجال الثقافي والحضاري، انه كلما الدوله زادت درجه الرقي الخاص بها ثقافيا وحضاريا بتبتدي تلجا الى هذا النوع المميز من السياحه وهي سياحه المؤتمرات والمعارض. اذا دكتور كريم، المنتدى يرسي دعائم سياحه المؤتمرات باقامه مثل هذه الفعاليات على ارض شرم الشيخ. طبعا بالفعل، فاحنا هنا بنتحدث عن نوع جديد من السياحه، سياحه المؤتمرات. سياحه المؤتمرات طبعا شرم الشيخ هذا ليست اول فعاليه بتنظمها، يمكن نحن الان احنا في عام 2020 شرم الشيخ نظمت، وتنظيم مبهر جدا طبعا، واحنا شفنا الافتتاحيه اليوم اكثر من رائعه، وشفنا الحضور الكبير، حضور دولي وعدد من رؤساء دول العالم، وايضا حتى ان في عدد من الرؤساء اللي لم يشارك بحضور وشارك بكلمه عن طريق الانترنت او كلمه اونلاين. ايضا كنت عايز اقول كمان ان مصر الان يعني احنا بنستعد كمان لحدث لا يقل اهميه وهو قمه المناخ في نفس العام في عام 2022، بالاضافه حتى ان عام 2021 استضفنا قمه الكوميسا في شرم الشيخ ومكافحه الفساد وخلافه، يبقى احنا بنتحدث عن تنميه وزياده الاستفاده من حدث كبير زي سياحه المؤتمرات. وممكن يكون لدينا مؤتمرات طبيه وخلافه كمان. يعني مصر طبعا التنظيم الرائع والمبهر ده طبعا ننقل صوره جيدة من مصر إلى باقي دول العالم، خاصة يعني أن عدد الشباب اللي موجودين دول وهو أغلبهم موجود من دول أجنبية وأوروبية وأسيوية، ده نقدر نقول عليهم هيمثلوا سفراء للسياحة المصرية. يعني كل شاب منهم جاء وقعد يوم أكيد هينقل تجربته، مع اختلاف جنسياتهم واختلاف أعدادهم في النسخ السابقة أكيد هينقل تجربته إلى دولته إلى أصدقائه، وبالتالي هنشوف هنلاقي يعني مئات الآلاف من طلبات السياحة اللي هي عايزه تيجي مصر عشان يشوف مصر الكبرى في المنطقه التي نظمت هذا الفعاليه الهامه. كمان نعم دكتور كريم، يعني كما تفضل ضيفي السابق دكتور ايمن السيسي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، يعني انه رغم الاعباء التي تكبل الدوله المصريه اقتصاديا الا انها تعمل على دفع عجله التنميه والاهتمام بالشباب وتوفير حياه كريمه ل 100 مليون مصري، واستطاعت ايضا في ذات الوقت ان تقيم توازنا ملحوظا ما بين اقامه المحافل والفعاليات والمنتديات الدوليه. يعني قيم لي خطوات الدوله المصريه في هذا الشان. طبعا يعني احنا الضغوط الماديه وخلاف، وطبعا دي ضغوط موجوده على كل دول العالم، ولكن احنا نبتدي نتعامل معاها وفقا للاولويات. طبعا يعني مجهود كبير قامت به الدوله المصريه، واحنا حتى شفنا كلمه الرئيس اليوم ان مصر نحن الان مصر يعني غير سابق عهدها، مصر الان تقف على ارض ثابته. احنا يمكن سياده الرئيس تحدث عن مبادرات يعني مهمه ومبادرات اكثر من رائعه، يمكن على اهميتها وحديث الساعه مبادره حياه كريمه. يمكن كان البعض دائما يتحدث عن الاصلاح الاقتصادي اللي مرت به مصر ويتحدث عن الصعوبه والتكلفه اللي تحملها المواطن البسيط، واحنا
احنا مرارا وتكرارا تحدثنا ان الاجراءات الصعبه دي بتكون وقتيه ولفتره معينه، نعم. واحنا هو ابتدينا نشوف لما الدوله اصبح لديها موارد وقدرت تقف على رجلها وقدرنا كمان نمتص الصدمات. صدمه 2020 دي على فكره صدمه صعبه جدا، وفيها دول يمكن هتقعد لسنوات تعاني منها وتعاني من خسائر ضخمه، ولكن احنا خرجنا من فخ الكساد وفخ الركود وحققنا معدل نمو معقول في 2020، ومن ثم ابتدينا نحقق معدلات نمو جيده في 2021، وعلى امل ان العام اللي احنا فيه الان عام 2022 نعود افضل ما قبل 2020 يعني زي 2019، ده وفقا لتقييمات بيوت الخبره العالميه. يعني مش انا اللي بقول، البنك الصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه هي اللي بتتحدث وهي اللي عندها يعني معلومات وبيانات دقيقه عن وضع الاقتصاد المصري وبتدينا نوع من انواع التقييم. كمان انا كنت يعني عايز اقول انك انت طبعا يعني اصبح لديك القدره انك تمتص الصدمات، يعني صدمه الاسواق الناشئه في 2018 امتصتها الدوله المصريه ومرت علينا بسلام، وايضا عام 2020 وابتدينا حتى نشوف نوع جديد من المبادرات الاقتصاديه او المبادرات الاجتماعيه اللي بتبقى مع الاصلاح الاقتصادي زي دعم العماله الغير منتظمه، ويمكن ايضا ابتدينا نشوف مبادرات دعم المراه اقتصاديا وصندوق تحيا مصر ودوره الاجتماعي الكبير. دي كلها بيبقى دور اجتماعي يعني او دور اقتصادي اجتماعي مع الاصلاح الاقتصادي اللي كانت بتقوم به الدوله المصريه، وعلى امل طبعا ان القادم يعني هيكون افضل. كمان يعني انا كنت بقول يعني اكمل يعني كلامي عن منتدى شباب العالم، ان هم ليس فقط حضور من الشباب علشان يحضر ويستمع فقط، ولكن ايضا يشارك ويشارك بقوه ويشارك بفعاليه. كان حتى ان توصيات الشباب دي اللي بتكون في نهايه كل مؤتمر بيكون ليه يعني بتكون في برنامج او استراتيجيه لدى الدوله المصريه انها بتحاول تنفذ. يعني احنا نتذكر طبعا من المبادرات الهامه التوصيات الهامه اللي كان للمؤتمر ده في نسخه السابقه، ان كان اطلاق مبادره افريقيه للتحول الرقمي ومبادره مكافحه القرصنه الرقميه وانشاء منصه الكترونيه عربيه افريقيه للمراه وخلافه. نعم بالفعل، يعني العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها خلال المنتدى، من التغير المناخي والتحول الرقمي والاستماع الى كل الحلول المطروحة من قبل الشباب في هذه المنصة الدولية المسمى بمنتدى شباب العالم والتي تطلقها مصر بشكل سنوي. الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.